من التهديدات وكنت أقل جرأة من علي فرزات ومالك جندلي وغيرهم من الفنانين، لك الفرصة الآن لتغني هذه الأغنية كما وعدت. يعني دائما عندي الفرصه، بس شكرا انه يعني شكرا انكم يعني اعطيتوني الفرصه اني اكون مع علي ومالك وما حضرتك. أهلا بدي وسهلا. اقول لمالك انه السيمفونيه اللي عاملها عاشوش يمكن تكون هي اجمل عمل موسيقي سمعته بحياتي على الاطلاق على الاطلاق. وعلي فرزت بدي اقول له انه لاول مره بحس انه الرسومات اللي بيعملها هي رسومات لها علاقة بسلسلة حياتنا كلها، يعني من بداية ما خلقنا بهالبلد هذا اللي تعذب سوريا لليوم. هو صار أكثر عمق بكثير بكثير بعشرات الأضعاف، وبتضيفي كمان رغم أنه هو خلق عالمي. العلاقة الأسرية كمان الرائعة. أي حبيبي جاري. الله يخليني إياك، الله يسلمك. طب اسمعوا اسمعوا، أنا يمكن أنا صار لي سجلتها من فترة، ما بعرف إذا حتذكر كل الكلام، بس مثلا بتقول، وهي لحني انا، وانا طبعا فاشله بالتلحين ولحنها جدا سيء، بس ماشي اسمعوا لما حدا رضي يلحنها. اه لو هالكرسي بيحكي كان بيصرخ كان بيشكي، اه لو هالكرسي بيحكي كان بيصرخ كان بيشكي، وبيتلوع وبيتأسف ويمكن حتى ينوح ويبكي. آه لو هالكرسي بيحكي هالكرسي بطل يتحمل، والباشا كل ماله بيتقل، هالكرسي بطال يتحمل، والباشا كل ماله بيتقل، ولما الكرسي قال له ارحل رفع سلاحه وقال له بلكي. لو هالكرسي بيحكي عالكرسي صاحب معالي، وسيفه على شعبه بلالي، عالكرسي صاحب معالي، وسيفه على شعبه بلالي، وبيعمل انه نضالي، وبالمخفي عم يشرب ويسكي. لو هالكرسي بيحكي. وخلصت. شكرا أصالة. طيب طبعا شكرا لك.